دخل وقت الصلاة قبل ما يشرع الأذان، والآخر قال نرفع راية، والثالث قال يعني اقترح أحد الصحابة، فرأى أحد الصحابة رضي الله عنه رؤيا في المنام من يلقنه هذا الأذان، الله أكبر الله أكبر. تقول من الحق هذه يا أبو رانا؟ فلما أصبح انطلق للنبي قال يا رسول رأيته في المنام كذا وكذا وكذا، ورأى الإقامة كذلك. قال فجاء عمر قال وأنا يا رسول الله والله لقد رأيت ما رأى. فقال عليه الصلاة والسلام ألقي به إلى بلال فإنه أندى منك صوتا. ما شاء الله أمين، أعطاه الله الصوت الجميل، أسأل الله يزيد ويبارك له. الله يجزاه خير. لكن ما شاء الله تبارك الله الواحد يستغل المحتوى اللي موجود عنده يعني. يا سلام موهبته من الذكاء، من الذكاء يعني إذا بحد ما تحدى الطرف نمي المحتوى اللي عندك. لا يظهر في هذا اللي هو ذكاء أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. اختطف الرحل للمتاع حق الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل البيت. شوف كيف تبارك البيت، كم الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام يعني هذا يطعم من طعامهم ويشرب من شرابهم. أبو نايف هذا الدهاء ايه ها ابو نايف أخذ العلف بس خذه على أصب القهوة. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما تبارك أصب لك أنا عندي فنجان. لا لا عشان الشيخ فنجانك هو مليان الله يرفع قدرك. خلها مو براعي عندي قهوه اعطيها خلها قهوه عندي عندي شوفتكم نفسي عندي بنا شرب اصبر الله يبارك فيك. وين قهوة الشمال اللي امس تكلمنا عنها عمر؟ عندنا فتح امين. كنت معنا في اي نسخه في المدهال يا امين؟ خامسه. وين كانت في؟ بس ترى ما كنت انا يعني ها؟ ما كنت انا شبيهك يعني تشوفه في اليوتيوب مو بعارفه ترى ايه لانك انا ودي ادخل احذف كل المقاطع كنت قبل التكميم الظاهر ايه طالعه بصورته وحلته الجديده هذه نيو لوك ها؟ ما شاء الله كم اصداء كم نسخه هذه؟ يعني هذه طبعا وجا عدة برامج المدها كذا نسخة ثم كريزما والبزنس والأناناس والسوق و... ما شاء الله. والحين الشباب في عابر الحين عابر وأنا أقول ولادة قناة الواقع يعني أخرجت للإعلام الهادف كثير من الشباب موهوبين وقدمتهم للإعلام صلى الله يبارك فيهم يا رب. اللهم الله. كيف وجدت بعد التكميم يا أستاذي؟ أفضل خطوة في حياتي الصدق. أي والله كنت عايشين وحنا مساكين. معاناة أجل لا بس يحتاج لا يعني رياضة يومية. والله رياضة يومية ساعة تقريبا. ساعة ذي. نوع أكل معين خلاص يعني سبحان الله حتى اللي في السكر والضغط. أنا كملت. بل بعضهم العقم. أنا أعرف كذا حالة كان معهم مصابين بالعقم. وبعد التكميم او القصة او كذا سبحان الله سوينا تسويق رزق وذرية متسكرة الشرايين ما في احد كمم وتزوج؟ لا تكمم وتزوج عقبالك انت اول واحد امين. اشوفك ما شاء الله في زعني اكثر مرة كررت الكلمة هذه اي عشان ترسخ ها؟ هذا لا عشان العب في اعدادات الهم اللي يعيش الان الله يزوجك يا أمين مبقاك الباب السماء يا رب الآباء ما نقدر نقولهم بدع انتبه الحمد لله لا فكرة لا تدعينا لا تدعينا لا تدعينا بالجنة لأن بالجنة هم الزواج لا تدعينا الله يزوج عيالك يا أبو خالد أمين ايش فيك ترواج بقص مقطع حلو بس انا اتمنى لو ما كان في طاوله عشان تشوف ركبه بس ولو شوف اللي يبعد الحوف عنه لا تامنه الحمد لله اما اللي يقول بسوي ما ادري عن ما يسوي وش العصير هذا يا لكن مثل ابو خالد اليوم اصفر ذيب لا تامنه ما نعرف الزعفران خلينا نجرب هذا يبعد عن الحوف قبل ما نروح نصلي يمكن اذكر بين ذكرنا الاطباء قبل شوي والعمليات الدكتور خالد الجبير ونمسي عليه بالخير يقول مره من المرات ارسلني الامير سلطان بن عبد العزيز انا وفد طبي معنا للمغرب نجري عمليات قلب هو كان في المستشفى العسكري فارسلت بعثه طبيه لدوله المغرب
فلما جينا هناك للمستشفى او المركز الصحي اللي بنقيم فيه العمليات، فاذا ما هم مهيئ التهيئه الكامله اللي تقدر من خلالها نسوي العمليات هذه. قال فحاولت اني اتواصل بمكتب الامير سلطان، ما تيسر اني اتواصل مع الامير. وجاني رجل وكنا نحتاج معدات طبيه، قال جاني رجل المغرب قال دكتور خالد فيه رجل هنا منفق باذل من تجار المغرب، لو رحت له ان شاء الله ما يقصر معك. يا سلام. قلت بسم الله خلنا نروح له. والله وندخل عليه واتكلم معه واعرفه بنفسي، وقلنا جينا لاقامه عده عمليات للقلب وكذا ونحتاج بعض المعدات الطبيه والامكانيات. قال كم تحتاجون؟ قلت نحتاج 100,000 دولار. يقول ما راح نشتري اصلا، سنقيم عده ايام. قلنا بنستاجر المعدات هذه الطبيه من شركات طبيه معروفه. قلنا نحتاج 100,000 دولار. قال بتصرفوا لهم 100,000 مباشره. قف قلت جزاك الله خير والله يكتب اجرك. قال هذا مال الله انا خازن عليه، لا تشكرني انا يعني، تدعي لي جزاك الله خير. وابشرك، يقول هذا التاج المغربي، قوه ابشرك والله اني ادفع المليون اول اسبوع وانهي يرجع لي 2 و3 اخر اسبوع. ما شاء الله. ثم يقول الدكتور خالد، يقول جلست معه وتعرفت عليه، يقول فاذكره يقول انا عندي 21 عماره، هذه وقف على 750 مريض مرض فشل كلوي. ما شاء الله. وعندي 20 عمارة، هذه وقف على مستشفى فيه 250 سرير. وعندي 17 عمارة، هذه وقف على 50 عملية قلب في السنة. ما شاء الله. وعندي ولله الحمد 1,350 يتيم أتكفل فيهم كفالة يتيم من أول ابتدائي، يعني من أول مرحلة دراسية حتى ينهي المرحلة الثانوية. قالوا فسئل مرة، قالوا يعني عيالك ما يمنعونك من الإنفاق؟ يبا مو بهالدرجة هذه. قال ولي ما يمنعوني. قالوا صحيح ان المال مالك، بس قال لا وليس مالي، هذا المال مال الله عز وجل، انا مستخلف فيه ومؤتمن عليه وخازن عليه، كما قال سبحانه واتوه من مال الله الذي اتاكم. لذلك بعض السائلين يقول من مال الله يا محسنين، مو من مالكم ترى، من مال الله يا محسنين. سبحان الله. يعني ذكرت اطباء، والدكتور خالد الجبير انا سمعته من بنفسي، واسال ان يحفظ الدكتور خالد وان يرحم سلطان الخير الامير سلطان عبد العزيز، تجاوز عن سكن فسح جناتي يا رب العالمين. يا اخي من قصص الدكتور خالد، ظهر كانت في المغرب او نسيت الدوله، ولكن اثرت في قصه الرجل اللي كان بدين ودخل عليه من الكشف، فشافه قال هذا ما اقدر اسوي له عمليه، فيقول خليته يرجع بالاتصال نتصل بك. فيقول سبحان الله في واحد تاخر من العمليه او الغى العمليه، وقلت للملصق شوف اللي بعده. الملصق هذا طبعا هذا الرجل كان يقول واذا مرضت فهو يشفين، يعني ترى مو بنت يا دكتور خالد، الله جل جلاله الذي يشفين. يقول دائما كان يكررها واذا مرضت، قلت ايه انا ما اقدر اسوي شيء، انا الله اللي يشفي، لكن انا في داخلي يقول ما راح اسوي العمليه لرجل بدين مره. يقول سبحان الله صار بالخطأ، اتصل المنسق عليه وجاء هذاك ألغوا. يقول أنا كنت مشغول غرفة العمليات، فطلعت لين الرجال الآن على السرير مجهزينه، إيه ومجهزينه إلى البنج ومتكلمين الدكتور البنج شافه وشاف الكمية البنج ما أدري كيف. المهم أنا ما أعرف التفاصيل الطبية، لكن قصة الدكتور خالد الجبير صراحة تأثرت منها، إن هذا الرجل متعلق بالله وإذا مريضت فهو يشفي. يقول تفاجأت وكان درس لي أن الآن على الشرير والآن الوقت ضيق، والآن يقول فأجريت العملية، استعنت بالله وأجريت العملية وتمت بنجاح، وكانت من أسهل العمليات مع أن كان جسمه بدين وكانت من أسهل العمليات، وسبحان الله طلع معافى بفضل الله سبحانه وتعالى. ولكن نجاح الكلمة كانت درس، وإذا مرضت فيشفي. فأي حاجة تريدها تنسبها إلى الله سبحانه وتعالى، الله جل جلاله الذي يعطيك ويعوضك سبحانه وتعالى. سبحانه وبحمده. ذكرتني ابو عبد العزيز، هذا دكتور عالمي. الدكتور ذا صار له مؤتمر دولي في احدى الدول ولازم يحضر، ويعني بالدقيقه محاسب في وقته، يعني قريبا زي ما تقول، يعني زي ما تقول زي الدكتور خالد الجبير، اسمه هشام. طلع من ديرة اللي هو فيها، يبي يروح وين؟ يبي يروح المؤتمر هذا، ولكن هو في الطيارة صابها عطل،
من الصواعق الموجودة والأمطار وقوة الأمطار الموجودة، فأبلغ أن لازم هبوط الترالي للطائرة. نزلت قالوا وش اللي صاير؟ قالوا صاير شوفت عينك، ما بعد 16 ساعة الرحلة الجاية. قال ما أنا ما أقدر والوقت ضيق يعني مرة عندي، ما أقدر أسوي شيء. بحضر الاجتماع، لازم يحضر الاجتماع ذا. قالوا لها شف المسافة بين المطار اللي هنا والمطار اللي تدير اللي انت بيها 3 ساعات، خذ سيارة وامشي فيها، استأجر سيارة. فيقول اضطريت اني استأجر سيارة وامشي. يقول سبحان الله وانا امشي يقول الا المطر يجي بقوة وما عاد قدرت اتحرك، ايه تعطل الطريق وما عاد اقدر اشوف، يعني حتى مساحات مستحيل انها تصير الماء الموجود عشان اقدر ان اواصل طريق. فيقول شفت بيت او نفس الكوخ موجود، فعلى طول رحت يمه فسألت هل في أحد؟ يقول ما لقيت إلا عجوز معها وإنه ولد صغير. يقول جلس عندهم، قلت أبي تليفون أبي أتواصل أني ببلغ الناس الموجودين في المؤتمر ترى بتأخر. فقالوا يعني إحنا ما عندنا لا تليفون ولا كهرب ولا شيء. يقول تفاجأت من العجوز وشلون صبرها وشلون تعلقها بالله عز وجل. قالها يعني أنت وش استفدتي وش شفتي من اللي أنت قاعد تسوينه؟ وش قالت؟ قالت ما دعوت الله دعوة إلا استجابها لي إلا واحدة، إن الله عز وجل يسخر لي الطبيب فلان يجي يعالج لي بالاسم. إيه بالاسم هشام. وش قال لها؟ قالها الطبيب فلان الله أرسل الصواعق وعطل الطائرات وأرسل السماء علشان إيش؟ علشان بس يجي الدكتور هشام عندك لحد عندك ويعالج ابنك.